هيكون معانا على الهاتف سيادة اللواء أحمد العوضي النائب الأول لحزب حماة وطن ورئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب. سيادة النائب بنرحب بحضرتك معانا. أهلا بيك يا فندم، كل سنة وأنت طيب. حضرتك طيب وبصحة وبخير. سيادة النائب، يمكن عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن موافقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون يسمح للأجانب بتملك الأراضي الصحراوية مقابل سداد قيمتها بالدولار، وحيثيات القانون وآليات التطبيق هتبدأ إمتى، وانعكاسات القانون الاقتصادية اليوم، وهتبقى إيه الأثر اللي إحنا ممكن نجنيه من حاجة زي كده؟ أولا طبعا الدولة حريصة كل الحرص على تشجيع الاستثمار، وحقيقي تعرض الكثير من التشريعات على المجلس خلال الفترة الأخيرة لتشجيع الاستثمار في مصر. طبعا قانون الاستثمار كان صدر القانون رقم 72 لسنة 2017، وهذا القانون طبعا طرأ عليه العديد من التعديلات. كان قبله القانون الخاص اللي هو القانون رقم 143 لسنة 1981، وهو خاص بتملك في الأراضي الصحراوية. طبعا الدولة حريصة كل الحرص على إزالة كل المعوقات والسلبيات اللي بتعرقل عملية الاستثمار في مصر. كان من ضمن هذه المعوقات يعني التشريعية هو القانون رقم 143 لسنة 1991، لأن المادة 11 و12 الفقرة الثانية من هذا القانون كانت بتحظر تملك الأراضي الصحراوية لغير المصريين. نعم. أو تملكها يعني للشركات أو للمستثمرين بشرط أن يكون نسبة المصريين فيها لا تقل عن 51%. نعم. طبعا لما نيجي نطبق هذا القانون مع قانون الاستثمار بيكون هناك تعارض، وبالتالي يعني تم تعديل او تم اضافه حكم، هذا الحكم يتيح للاجانب بالتملك الاراضي الصحراويه للاستثمار للمشروعات القائمه، او ان هو عايز يوسع يعني يزيد المساحه المطلوبه للمشروع اللي هو عايز يستثمر فيه. طبعا هذا القانون زي ما بقول لتشجيع الاستثمار، واحنا بنشوف دول كبيره يعني امريكا ودول اوروبيه كثيره بتسمح للاستثمار وللمستثمرين نظير ان هو يعني اي مشروع استثماري بيقدمه يقدر ان هو يعود بعائد على الدوله وعلى الدوله المصريه. طبعا هذا القانون زي ما بقول في صالح يعني الاقتصاد القومي، وفي صالح ان طبعا موضوع العمله الاجنبيه يمكن ده تسديد ثمن الارض بالدولار، دي حاجه كويسه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بيواجهها العالم وبتواجهها مصر. وكان هناك طبعا يعني بعض الاراء ان هذا الموضوع يضر بالامن القومي المصري. حقيقه الامن القومي المصري ده خط احمر، ويمكن هناك محاذير لتملك الأجانب على بعض الأراضي زي في شبه جزيرة سيناء أو الأراضي المخصصة للدفاع، ولكن المناطق الاستثمارية دي مناطق محددة بيتم فيها مشروعات محددة بموافقة جهات عديدة بتكون حريصة على إنها بتراعي موضوع الأمن القومي المصري وعدم تعارض هذه المشروعات مع متطلبات الأمن القومي المصري. طيب احنا ممكن نشوف القرار ده بيبتدي تفعيله من امتى حضرتك؟ فورا طبعا التصديق عليه بياخد اجراءاته وتصدر اللائحه التنفيذيه لتنفيذ هذا القانون. طيب هل هناك اي ضوابط او اي شروط اخرى بالنسبه للمستثمرين؟ يعني هل المستثمر هيبقى مثلا في ضوابط معينه او شروط معينه او في جهه معينه بيتوجه لها وهو جاي من بره عايز يشتري حته قطعه ارض صحراويه؟ هل تم التنسيق لده ولا لسه؟ طبعا قانون الاستثمار وطبعا الاجراءات الخاصه بتملك الاراضي لها اجراءات وموافقات عديده بتتم من الجهات مختلفه، وليس من الراجل هيجي من بره مباشره. لا، في هذه المشروعات بيتم دراستها وبيتم طبعا بحثها في
الجهات الاستثماريه، وبيطبق عليه كل اللوائح الخاصه بالقوانين الخاصه بالاستثمار في مصر. بالظبط. انا بسال هنا لحضرتك لان ممكن يبقى مستثمر بره يجي يشتري حته ارض صحراويه ويخليها ما يبنيش عليها حاجه وما لا يا يستثمرهاش، فندم، لكن هنا في ضوابط ان هو يقدر يشتغل وينتج، صح؟ لازم في ضوابط، وبتبقى فتره محدده لبدايه المشروع، واذا ما بداش في التوقيت المحدد والكلام ده بتتسحب منه الارض. ولكن هذا الموضوع زي ما بقول مش متساب كده، لا. وبعدين الاراضي المخصصه للاستثمار اراضي متحدده ومعروفه في كل محافظات مصر، نعم. في مناطق مخصصه للاستثمار، وليس اجي اقول عايز ارض صحراويه في اي منطقه من المناطق ما تكونش مخصصه للاستثمار وهيتوافق عليها. بالظبط بالظبط. سيادة اللواء ومعالي النائب، انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، شرفتنا.